نحن ما من آمن غير بالله والله يفرج علينا وعلى أمة محمد لأنه كل عملاء نظام وكليات اللي رايحة هن حطوه بروسيا لأنه هن والنظام واحد. نحن لا بنعتبر لا في مؤتمرات ولا في شيء. ومبارح هون عنا نحن بحمص بريف حمص الشمالي مدينة الرستن عنا شهداء وعنا قذف وقذائف من الكتيبة وكذا. أي مؤتمرات هاي اللي عم يقولوها؟ يعني لا إله إلا الله. وعنا مجازر بإدلب بالخان بسراقب بالمعرة. يعني شو بدنا نحكي؟ شو بدنا نعبر على شعورنا؟ يعني لا إله إلا الله، كله كذب بكذب. مين هذا بس حضر؟ ما عم نعرف مين عم يحضر، شو عم يفاوضوا، على شو التفاوض، على شو؟ ما عم نعرف شيء. مين عم يفاوض مين؟ ما حد يعرف. هون لسه بقول لك بدنا نعمل دستور، بدنا نعمل غير دستور. مين معترف فيهم؟ مين هن حتى عم يحضروا؟ مين فوضهم؟ لك نحن لا معترف فيهم ولا نحن معترفين بحد. نحن ما معترف غير برب العالمين. اذا عم يحاوروا بعضه كله نظام بنظام، واخذين معهم فنانات واخذين معهم مطربين، ما ناقصوا غير طبل وزمر وسووا حفله هناك. شو المؤتمر هناك؟ عم يجتمعوا نظام بنظام، عم يجتمعوا هناك ببعضهم والقصف شغال. هي من الاساس كليتهم ما حدا معترف عليه هون. اذا هو جماعه معزومين على مطعم لهناك رايحين يستضيفوا هلق بروسيا، بما انه يعني هلق في صيف وجماعه عندنا هون بتعرف يعني نحن حصار هناك في امن وامان. واذا راحت المطربات وراحوا الشخصيات المهمه بهذا الموضوع فتكون النتيجه معروفه سلف. يعني والله يا اخي نحن بالنسبه لنا هون نحن ما حدا معترف بهذا سوتشي. شوف بيجيبوا لنا كل مره مسميات جديده وبيجمعوا هالعالم بياخذوا اصلا هذا سوتشي موتشي مدري شو، هذا ما بمثلنا اطلاقا نحن. بعدين الشخصيات الحاضره هي كلها شخصيات يعني ممثلين كذب وخداع. ما حدا لقينا حدا يعني من اللي عانى من هالشعب من قصف ومن حصار ومن تدمير.